والحقيقة وإحنا بنشوف حصاد هذا العام لا يمكن أن نغفل أحداث غزة وحجم الدمار الهائل اللي تعرض له القطاع الثقافي الفلسطيني على أثر العدوان الإسرائيلي الغاشم. ووزارة الثقافة الفلسطينية أصدرت تقرير بيرصد بشكل مبدئي الضرر الضخم اللي طال الأماكن الثقافية والأثرية في فلسطين جراء القصف والعدوان الإسرائيلي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين فقط، بالإضافة إلى استشهاد عشرات المبدعين. وللحديث عن هذه الأضرار الجسيمة التي تتعرض لها الثقافة الفلسطينية معنا على الهاتف وزير الثقافة الفلسطيني معالي الدكتور عاطف أبو سيف. معالي الدكتور مساء الخير. مساء الخير لك وللساده المشاهدين. بنحيي حضرتك وبنعزي انفسنا وبنعزيكم في ضحايا العدوان الغاشم على غزه. يعني هذا عدوان كما قلت غاشم، قصد الاخضر واليابس وقتل البشر والحجر والشجر واتى على كل مقدرات شعبنا، قرابه 20,000 شهيد من 50,000 جريح، قرابة 7,000 مفقود أيضا تحت الأنقاض، منهم شعراء كان آخر ربما الشعر الكبير سليم النصارى قد أبرز شعراء مدينة غزة في الثلاث عقود الماضية. فهذا عدوان يستمر منذ 74. نعم معالي الوزير، معالي الوزير، العدوان على غزة شمل أضرار مادية وأضرار معنوية في شعراء يعني نفتقدهم، ولكن مسيرتهم وإبداعهم الأدبي مستمر بعدهم، فنريد أن تحدثنا عن حجم الخسارة في القطاع الثقافي على المباني الأثرية اللي تعرضت للضرر. يعني هو خلال عدوان على مدينة غزة تم استهداف البلدة القديمة في مدينة غزة التي مصرية، وهي المنطقة التي تضم المباني التاريخية بما في ذلك الأماكن التاريخية المقدسة للدين الإسلامي والدين المسيحي. يعني في أول شهرين رصدنا قرابة 144 مبنى تاريخي في مدينة غزة تم استهدافه بشكل جزئي أو بشكل كامل، بما في ذلك طبعا استهداف رابع أقدم كنيسة في العالم، كنيسة القديس بروفيسيوس في حي الزيتون، واستهداف المسجد العمر الكبير الذي يقع في قلب مدينة غزة بشكل جزئي. وهذا المسجد طبعا هو بني قبل الاسلام في الفتره البيزنطيه القديمه، وطبعا واستشهاد قبر السيد هاشم جد الرسول هاشم بن عبد مناف المدفون في مدينه غزه، وفي قبر في حي التفاح يسمى باسم مسجد السيد هاشم. في البدايه طبعا استهداف البنيه التحتيه الثقافيه من مسارح ومراكز ثقافيه، تم استهداف مكتب بلديه غزه وهي اكبر مكتب بلديه في فلسطين وليس في مدينه غزه، وتضم في جنباتها وهذا امر خطر كتب فلسطينيه صدرت قبل النكبه، وصحف ومجلات فلسطينيه صدرت قبل النكبه، كلها اصبحت تحت الرسام وتحت الحطام. هذا تراث فلسطيني مهم جدا، بجانب طبعا استهداف الارشيف المركزي لبلديه غزه وفي المبنى التاريخي لمقر البلديه. معالي الوزير، فيما يخص الارشيف المركزي للفلسطيني الموجود في مدينة غزة وتدميره، هل في أمل أنه يكون في نسخ أو كان في مثلا تم أرشفته إلكترونيا بحيث أنه أو بشكل من الأشكال يتم استعادة هذه الوثائق المهمة في التاريخ الفلسطيني؟ يعني هو استهداف أرشيف المركز لبريد غزة هو خسارة كبيرة، لأنه هو يضم التاريخ الاجتماعي والثقافي والسياسي لمدينة غزة، حيث يضم محاضرة مع البلدية منذ عشرينيات القرن الماضي قبل 100 عام، حتى كل الوثائق الصادره عن البلديه واحوال والاحوال الاجتماعيه والاقتصاديه. طبعا بعض هذه الوثائق كانت البلديه قبل قد ادخلت عمليه الاتممه، بمعنى ادخالها عبر على برامج الكمبيوتر المختلفه، ولكن ايضا البرامج هذه الكمبيوتر كل تم استهدافها خلال استهداف مقر البلديه ومركز الترشيف المركزي، بمعنى ان هذا العدوان لم يطل فقط المبنى او محتوى المبنى، ايضا كل ما يتعلق بذلك، مثل ما تم استهداف كما قلت المناحي الثقافيه المختلفه. هل بيتم توثيق هذه الاضرار وهذه الاعتداءات بحيث انه يتم يعني التعاون مع اليونسكو المنظمات الدوليه من اجل استعاده هذه الاماكن الاثريه واعاده ترميمها او اعاده بنائها من جديد؟ اولا خطبت انا رئيسه المدير العام لمنظمه اليونسكو مدام هزلية، وتحدثت لها
في رسالتي حول هذه الاضرار ودور تدخل المنظمه الدوليه من اجل اولا يعني بدناش نقول ولكن على الاقل اتخاذ موقف شريف في نقد سياسه دوله الاحتلال ولجم هذه السياسه، وبعد ذلك طبعا هناك جهود دوليه من اجل استعاده ترميم ما يمكن ترميم من هذا الارشيف، وايضا كما قلت اذا تسمحين متحف مدينه رفح اللي فيه 350 قطعه تطريز قبل النكبه، وبعض قطع التطريز هذه الاثواب عمرها اربع اضعاف دوله الاحتلال 220 30 سنه، وما زالت هذه الاثواب تحت الركام، وانا موجود في رفح ذهبت هناك ورايت، ولكن لا احد يستطيع ان يزيل هذا الركام، لانه هذا الركام ازالته مبنى من سبع طوابق مهدم، بدها معدات وبدها وهي غير متوفره للاسف بسبب الحرب، للاسف نحن لا نعرف تحديدا ماذا فعل دوله الاحتلال به بعد تدمير هذه الاماكن، ولكن يجب ان يكون من اجل انقاذ هذه اللقاح الاثريه والقطع الاثريه والقطع الثقافيه المختلفه، بنايات الثقافيه طبعا الاثواب او الكتب او المجلات، وبعد ذلك ترميمها، لان هذه عمليه يعني سيما انه نحن اذا نتحدث عن متحف الثوب الفلسطيني في مدينه رفح، سجلنا التطريز الفلسطيني كجزء من التراث العالمي قبل عامين وسنه ما سجلنا معالي الوزير، ولكن معالي الوزير ونحن الآن في قلب الحدث أعرف أنه من الصعب رصد ما يدور بالفعل وتقديم أوراق لأنه الحرب ما زالت تدور الآن على غزة، لكن بإذن الله عندما تنتهي هذه الحرب ونحن نأمل يعني مع نهاية هذا العام وبداية عام جديد أنه هذه الحرب تنتهي، كيف تستطيعون إعادة بناء القطاع الثقافي مرة أخرى؟ يعني هو يجي سيتم بذل جهد كبير من اجل اولا اعاده بناء قطاع غزه، نتحدث عن قرابه 60% من المباني في مدينه غزه في محافظه شمال غزه هم مشكلان بالمجمل، اكثر من 60% ايضا من قطاع غزه، 60% من المباني تم تدميرها بشكل كان ما فيها بيت عائلتي مثلا، بيت عائلتي تم تهديم بشكل كامل. الان جزء من ذلك هو انعاش القطاع الثقافي في قطاع غزه، اولا المتاحف واللقى الاثريه والاماكن التي تحتوي مستنيات ثقافيه قديمه وحديثه من اجل حفاظ الهويه الثقافيه الوطنيه الفلسطينيه والذاكره الوطنيه والذاكره الجمعيه للشعب الفلسطيني، سنقوم بتطوير استراتيجيه شامله في الحكومه الفلسطينيه من اجل استعاده هذا الموروث الثقافي والحفاظ عليه، وطبعا لا يمكن تخيل حجم الماساه، انا عشت كل الوقت في مدينه غزه خلال العدوان وسلاح مدينه غزه شمال. معالي الوزير في نهايه هذه المداخله تعازينا لحضرتك وللشعب الفلسطيني في غزه، وتعازينا لكل المبدعين في كل العالم العربي في فقدهم لهذه الاماكن الاثريه وللمبدعين والشعراء والكتاب في غزه، بنشكر حضرتك في نهايه هذه المداخله معالي وزير الثقافه الفلسطيني الدكتور عاطف ابو سيف.